هكذا استقبل جمهور قسنطينة أولى السهرات رمضانية. بعد غياب سنة اهتز ركح قاعة الزينيت بحضور فنانين تعطشوا لملاقاة جمهورهم بمدينة الجسور المعلقة. الحمد لله، يعني بادرت خير هذه وعودة رجعت الحياة الفنية للفنان، والفنان عايش بالجمهور نتاعو، عايش بالجو اللي يلقاه فوق الركح. لا بروميير فيستيفيتي هذه هي اليوم نوربرينا، رانا خدمنا هنا في لاصال الزينيت. الحمد لله كان الشعب متفاعل معنا ديما كيما مارفين. المالوف والسهرات الرمضانيه سانو مونك بوكو فريمون، دونك السهره هذه سي لا بروميير اي فريمون عطاتنا اون بوفي دوكسيجين. نفحات روحانية ومقامات فنية في رحاب ليالي رمضان شعار أول تظاهرة ثقافية بعد جائحة كورونا، كان كل الحرص فيها على الالتزام بالإجراءات الوقائية. تنطلق اليوم أولى سهرات الديوان الوطني للثقافة والإعلام بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان الكريم من خلال بلاطو فني قسنطيني، وذلك بالطبع مع مراعاة البروتوكول الصحي. عودة السهرات الرمضانية تعيد الحياة تدريجياً إلى طبيعتها، لكن يجب تفادي التهاون وعدم الالتزام بالتوصيات الصحية حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.